الآن التاسعة عشرة من الحدث. هي التاسعة عشرة، تبدأ بالعناوين. إدارة العمليات العسكرية تضيق الخناق على دمشق، تتوعدها بمفاجآت وتهاجم حمص من عدة محاور. نفيا لإشاعات مغادرته الأسد في دمشق، والجيش السوري يواصل انتشاراته. الحل السياسي في سوريا فوق الطاولة يا ستانا. موسكو تخشى الاستغلال الجيوسياسي، وأنقرة تنفي أي مطالب إقليمية. في الجولان، إسرائيل ترصد الفصائل وتساعد الأندف وتستعد لإقامة منطقة عازلة داخل سوريا. المبعوث الأمريكي يرى بالتطورات السورية نقطة ضعف جديدة لحزب الله. مرحبا بكم. كل ساعة يتغير المشهد السوري، فبعد ساعات من دعوة أحمد الشرع المعروف بأبي محمد الجولان للفصائل بالاتجاه إلى دمشق، خرجت مدن ريف دمشق عن السيطرة مع انسحاب الجيش السوري منها باتجاه العاصمة، كما توعدت إدارة العمليات بمفاجآت من قلب دمشق. وكان لافتا الرسالة الموجهة للطائفة العلوية والتي تقول إنه لا شأن لنا بكم وهدفنا دمشق فقط، كما أعلنت دفع التعزيزات من الشمال إلى الجنوب إلى محاور العاصمة دمشق، فيما أعلن رئيس الأركان السوري تعزيز خطوط الانتشار في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية. العين كذلك اتجهت مع حمص أو إليها مع إعلان إدارة العمليات العسكرية بدء معركتها وتنفيذ عمليات من ثلاثة محاور، كما أعلنت إدارة العمليات العسكرية انتهاء عملية تمشيط درعا والسويداء والقنيطرة. إن جيشنا الباسل يواصل تنفيذ عملياته النوعية ضد تجمعات الإرهاب بوتائر عالية على اتجاهات أرياف حماة وحمص وريف درعا الشمالي، مكبدا الإرهابيين مئات القتلى والجرحى وعشرات الآليات والعربات والعديد من المقرات والمستودعات والأسلحة والزخائر. كما تقوم وحدات قواتنا المسلحة بتعزيز خطوط انتشارها في جميع أرجاء ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، منعا لوقوع أي حوادث نتيجة تلك الفوضى التي يحاول الإرهابيون خلقها عبر منصاتهم وأدواتهم وخلاياهم النائمة في بعض المناطق. لابد من التوتر، تخوف شوي، بس عايشين حياتنا بشكل طبيعي، عم نفوت ونطلع. هو ما في خوف، يعني ما في شيء، هي عايشين حياة طبيعية، وعم نروح نشتغل ومنيجي ومنطلع ومنفوت، والحمد لله ما في شيء يعني. يا شباب قدام المخفرة ما عاد في حدا، خلصنا. هاي الزلم كله عم يتظل غيط. شو قوات الأسد عن زاكي الحرة؟ الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. مدينة الرهيبة جايينكم، جايينكم. هربوا هربوا هربوا، يلا هربوا هربوا. فرم فرم.
أكد وزير الداخلية السوري محمد الرحمون فرض طوق أمني مشدد حول العاصمة دمشق، وقال الوزير السوري إنه لا أحد يستطيع كسر الطوق الأمني الذي فرضه على دمشق. هذا وقام وزير الداخلية السوري أيضا بتفقد عمل الوحدات الشرطية في العاصمة دمشق. نفت الرئاسة السورية ما أكدت أنها شائعات وأخبار كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق أو إجرائه زيارات خاطفة لدول أخرى. وقالت الرئاسة السورية أن الأسد يتابع عمله ومهامه الدستورية من العاصمة دمشق. إدارة العمليات العسكرية إرسال التعزيزات باتجاه محاور القتال في مدينة حمص وسط اشتباكات على عدة محاور في هذه المنطقة. طبعا أعلنوا السيطرة على عدة مناطق في ريف حمص الشمالي، وأنهم بدأوا بالعمليات النوعية التي تستهدف الخطوط الخلفية داخل أحياء مدينة حمص، بالإضافة إلى العمل على التقدم من أكثر من محور. تأتي هذه الاشتباكات بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية السورية والروسية التي تكثف من غاراتها التي تستهدف عموم المنطقة. محمد الأشقر، العربية والحدث، ريف حمص الشمالي. إذا دخل الفصائل العسكرية لقوات المعارضة لإحدى البلدات في ريف حمص الشمالي التي كان يسيطر عليها النظام السوري، تم السيطرة على قرية كفرنان بشكل كامل، والقوات المعارضة تتابع تقدمها إلى القرى المجاورة التي سيطر عليها النظام السوري في قرية تسنين وقرية جبوري. من دمشق الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العميد تركي الحسن ينضم إلينا. سيادة العميد، مرحبا بك. مسألة التعزيزات والطوق الذي فرض حول دمشق، إلى أي حد هو قوي من الناحية اللوجستية بحيث لا يتم اختراقه من قبل الفصائل المتقدمة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. وبطبيعة الحال هذا الجواب ليس سهلا الجواب عليه، لأن هذا الأمر يتعلق أيضا بإرادة أخرى. يعني الآن ما قامت به القيادة تعتقد أو أظن أنها قامت بتجميعات، أو لنقول من حيث المبدأ أطواق يعني متعاقبة حول دمشق، بدءا من البعيد إلى القريب، وأعادت ما أطلق عليه انتشار القوات من حيث المبدأ، سواء كان حول دمشق أو حتى القوات المنسحبة من المحافظات الثلاث، سواء من السويداء أو من درعا أو من القنيطرة، وبالتالي شكلت فراغا قامت بموجبه مباشرة بتعبئته المجموعات التي كانت قد عملت سابقا على تسويات، وبالإضافة إلى الخلايا النائمة التي قامت مع بعضها البعض، وشكلت من حيث المبدأ ضغطا من اتجاه الجنوب واتجاه الجنوب الغربي. وفي تقديري أن هذه المسألة حتى الآن لم يجر اشتباك، يعني إعادة الانتشار بحيث من حيث المبدأ
القوات كانت متوضعة في المحافظات الثلاث كقوات أمنية، أي أنها على حواجز، على طرقات، ليست ذات توضع قتالي. ليست قوات قتالية سيادة العميد في المحافظات، لا في حلب ولا في السويداء ولا كذلك في حمص، ليست قوات قتالية. لا أقصد التوضع لم يكن قتاليا. عندما يكون هناك توضع قتالي تكون هناك أنساق ووراءها خنساق أخرى ثم أنساق، وهذا الأمر يشكل بنية قتالية للقوات. الآن ما كان موجود في المحافظات الجنوبية هي عبارة عن توضع أمني، وبالتالي هي في إطار التسوية التي أقامتها يعني القوات الروسية، وشكلت بموجبها تسويات، أعطت تسويات لمن يرغب. البعض تم خروجه إلى الشمال، ومنهم من هو موجود في إدلب وفي شمال حلب، والبعض الآخر ارتضى أن يبقى في المنطقة وأن يجري تسوية يعني من الملاحقة، وهذا الأمر قد تم منذ عام 2018. طيب. ومن عمليا هذه التسويات لم تكن ذات فعالية حقيقية، لأنه كان غالبا يتم هناك في فترات سابقة استهداف إما لشخصيات إدارية أو شخصيات حزبية أو شخصيات أمنية، وهذا الأمر كان يتم معالجته من خلال تدخل عناصر التسوية. وقد شكلت القوات الروسية في الجنوب ما يسمى اللواء الثامن، هذا اللواء الثامن الذي يرتبط مباشرة معهم وينتشر من المنطقة الموجودة في الجنوب في منطقة بصرة الشام ثم إلى غرب درعا وصولا إلى نوى وجاسم وأنقل، وهي مدن بطبيعة الحال يعني هي بلدات كبيرة ولكنها من حيث عدد السكان عدد السكان كبير. طيب. وهذا الأمر يعني عندما هل من تفسير سيادة العميد ملأوا الفراغ. طيب. هل من تفسير لطريقة تعاطي العسكر مع ما يجري؟ يعني إذا كان الحليف الروسي يقول لا يمكن أن نقاتل عن الجيش السوري وهو يترك أماكنه بهذا الشكل سواء في الجنوب أو في حمص أو في حلب أو على الحدود مع الأردن بعد هذه الصور التي جاءت عن دخول نحو 2000 عنصر إلى الداخل العراقي. صحيح، لا يمكن لأحد أن يقاتل عنك ليحميك، ولكن من حيث المبدأ أنا قرأت هذا التصريح، ولكن الروس لم يؤكدوا أننا قمنا بهذا التصريح، ولا يزال الدعم الروسي من طيب خلال الصورة التي أمامك بلا إذا استثنينا مسألة التصريح الروسي، الصورة التي أمامك سيادة العميد، هل لديك تفسير لها؟ مسألة الانسحابات، مسألة دخول المدن بهذا الشكل، يعني حتى قتال يعني باستثناء حماة طبعا. أعتقد أنه لم يجري قتال لا في حلب وحتى في إدلب، يعني كانت المرحلة الأولى فقط من حيث المبدأ. لماذا قامت القوات بالانسحاب بهذا الشكل؟ كيف انهارت جبهة إدلب مباشرة ثم الوصول إلى حلب؟ أنا الآن حتى الآن لا أجد تبريرا لذلك. القوات المنتشرة يجب أن تقوم بعملها، ولا لما هي هناك من حيث المبدأ؟ وأعتقد معركة حماة أنه جرت هناك يعني عدة أيام اشتباكات عنيفة جدا، وجرت معارك في مختلف سواء في شمال حماة أو حتى في شمال غرب حماة أو في شمال شرق حماة. تغيرت الآن وكنت أقول ذلك. طيب. وعلى شاشتكم كنت قلتها. طيب. على شاشتكم. صحيح. أن معركة حماة ستحدد الهدف القادم، وأن الهدف القادم سيكون حمص بالتأكيد، وأنا الآن يعني أقول أن حمص حتى الآن معركتها الأساسية لم تبدأ. طيب سيادة العميد، تغيير القادة يعني في حماة مثلا عندما جاءوا بسهيل الحسن، ما زالت هذه العقلية موجودة على صورة يريد البعض يصورها على أنه رجل من 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 الخيال، رجل يعني يستطيع أن يفعل سوبرمان يعني مثلا، وبالتالي يعني أنت ضابط في الجيش السوري، يعني طريقة التفكير هذه، من يقود هذه الاستراتيجية؟ لا أعلم ما هي الظروف التي أفضت لتغيير القائد الذي كان يسبق اللواء سهيل والإتيان به كقائد لهذه المرحلة، ولكن بطبيعة الحال القرار الذي اتخذ بتكليفه استنادا إلى تجربة
أعتقد أن صاحب القرار استنادا إلى تجربة اللواء سهيل سابقا في الحروب أو لنقل في الأحداث الداخلية التي جرت منذ عام 2013 وحتى عام 2018. طيب. وبالتالي هذا الأمر قد يعني يضطر القائد أن يبدل وأن يأتي بقائد لديه تلك التجربة يتوسم فيه بالتأكيد يرى فيه أو يتطلع أن يرى فيه أنه يمكن أن يقود القوات في هذه المرحلة بأفضل من السابق. طيب. هل قاد من حيث المبدأ؟ من حيث المبدأ أنا لم أجد أن النتائج العملية المتوخاة من تغيير القيادة قد أدت إلى هذه النتيجة. طيب سيادة العميد، اللواء عمار أو الفريق عمار قائد الجيش التونسي عندما جاءته أوامر لإطلاق النار على التونسيين رفض وغادر منصبه، وكذلك هذا ما حصل في مصر. المؤسسة العسكرية السورية من الممكن أن يكون لديها معادلة مختلفة من أجل حقن دماء السوريين؟ أنا أعتقد أن بن عمار الذي تذكره الآن يعني في تونس، وكنا نتابع ما جرى في تونس وتابعنا ما جرى في مصر، أنا ذاك كان الأحداث هي عبارة عن بداية الأحداث. نحن بعد 14 عاما لنقول أن هذا الأمر يمكن أن ينطبق على سوريا، لا أعتقد ذلك، لأن التجربة مختلفة. هناك كانت عبارة عن حركات داخلية، لنقول حراك شعبي أفضى إلى تغيير. هذا التغيير ذهب الفريق أو زين العابدين بن علي، ثم أفضت إلى تغيير الرئيس حسني مبارك. الظرف الحالي كنا في البداية يعني في عام 2011 الحدث كان إلى حد ما مشابه تقريبا، ولكن هذا الأمر دخلنا في الحرب والحرب استمرت طويلة. سيادة العميد، حصدت عشرات الآلاف، لا بل مئات الآلاف. طيب. نعم. سيادة العميد، صوت العقل لدى العسكريين، صوت حقن دماء السوريين على كافة الأرض السورية، أمام عاقل سيادة العميد الآن؟ ألو، تفضل عميد. ألو، أعتقد أن القوات المسلحة ترغب في أن يكون الطريق طريق بدون دماء بدون قتال، ولا تطمح لأن تقتل أبنائها، لأن هؤلاء العسكريين هم أبناء هذا الشعب، وبالتالي سواء كان في مختلف المحافظات لقد دفعنا يعني دماء كثيرة من هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه، سواء كان من هو يقف مع الدولة أو مع الحكومة أو من يقف في الطرف الآخر. وأعتقد أن الطريق الأساس هو عبارة عن الحوار، والحوار تعذر في السنوات الأولى، وعندما كان هناك مجال الحوار ضيعنا فرص. من حيث المبدأ ضيعنا فرص يعني في جنيف 2014، لأن المعارضة آنذاك ذهبت باتجاه، وقد قالها أحمد الجربة آنذاك، أننا قدمنا إلى جنيف من أجل الاستلام والتسليم ولم نأتي للحوار. ثم عندما جاء كمبعوث أممي عبارة ديمستورا وشكل هناك الحقائب الأربعة، كانت الأول في الأول حقائب ثلاثة ثم حقائب أربعة، كدنا أن نصل إلى تفاهمات وأن نتجه باتجاه الحوار، ولكن أعتقد أن أحداث حلب فيما بعد وتحريرها في فترة عام 2016-2017 ضيعت علينا هذه الفرصة. طيب، أليست سوريا فوق الجميع سيادة العميد؟ بالتأكيد لا أحد فوق سوريا. طيب. مهما كان شأنه ومهما كان شخصه، أليس كذلك؟ لذلك المطلوب أنت صوتك صوت عقل، رسالتك للسوريين عسكريين كانوا أو مدنيين الآن، خاصة المؤسسة العسكرية، من بقي منها الآن على الأرض؟ أتمنى وهذه رسالتي أن نحقن الدماء، أن يتوقف إطلاق النار، وأن نتجه إلى حوار جدي يفضي إلى نتيجة طبيعية عملنا عليها سنوات ماضية، ووصلنا كدنا أن نصل إلى تفاهم في عام 2017 وأن نقدم آلية، وكانت الآلية موجودة أننا يمكن أن نخرج خلال عام ونصف مما نحن فيه، إلا أن الفرص قد ضاعت آنذاك بالتشدد. وبنفس الوقت لا أقول أن العمل العسكري هو الطريق الصحيح، الطريق الصحيح هو الحوار وأن نحقن دماء بعضنا البعض، لأننا سنعود
ونعيش مع بعضنا، وهذه بلدنا يجب أن نحافظ عليها بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا لك على هذا الصوت من دمشق، الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية العميد تركي الحسن. شكرا عميد. قال موفد الحدث إلى الدوحة إن الاجتماع الاستثنائي لبحث الأوضاع في سوريا قد بدأ في العاصمة القطرية. وأضاف موفد الحدث أن الاجتماع الاستثنائي يجمع بعض الدول العربية والإسلامية مع دول مسار أستانا بشأن سوريا. من داخل مقر الاجتماع الاستثنائي للدول العربية ودول مسار أستانا في الدوحة ينضم إلينا موفد الحدث الزميل هاني الصفيان. هاني مرحبا بك، ما الذي يجري مناقشته الآن؟ نعم، مضى على هذا الاجتماع ساعة ونصف تقريبا، الذي بدأ في تمام الساعة 9 مساء أي قبل ساعة وعشرين دقيقة من الآن بتوقيت الدوحة. المجريات التي حدثت قبيل هذا الاجتماع، كان هناك نقاش بين وزراء خارجية الأردن وكذلك إيران والعراق ومصر، ومعهم المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا. وبعد أن بدأ الاجتماع بحضور أيضا وزير الخارجية السعودي وكذلك وزير خارجية قطر وكذلك أيضا وزير أو المفوض من قبل الحكومة الروسية، والذي أناب عنه أو أناب عن وزير خارجية روسيا بحضور هذا الاجتماع. بدأ هذا الاجتماع ثم تم خروج الإعلاميين والصحفيين خارج هذه القاعة. استمر هذا الاجتماع بدون حضور المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، والذي انضم إليهم بعد مضي تقريبا 40 دقيقة. بيدرسون قام بالدخول إلى هذه القاعة بعد أن دعوة من أو بعد دعوة بعد الانتهاء من الاجتماع التشاوري المبدئي أو الاجتماع الاستثنائي الذي بدأ بحضور وزراء خارجية دول عربية وكذلك دول مسار أستانا. طبعا هذا الاجتماع تحديدا بحضور الكل الذين تحدثنا عنهم وأيضا تطرقنا إليهم في بداية حديثي، هم سوف يناقشون الوضع المستقبلي لسوريا، كذلك الوضع الأمني بالنسبة للدول المجاورة لسوريا، كذلك أيضا ما يهم هذا الأمر أن لا يتم تصعيد الأمر وخروج وتأثير أو تأثر الوضع في سوريا على الأمن الإقليمي والأمن بالمنطقة. كان هناك تحذيرات من عدم وصول الأزمة داخل سوريا في العقود الماضية إلى ما ألت عليه الآن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم انتهاء من هذا الاجتماع. نعم قد نتوقع الخروج بمخرجات، وقد نتوقع أيضا أن يمتد أو أن يكون هناك اجتماعا آخر يوم غد، ولكن ما أن ينتهي هذا الاجتماع هذا اليوم سوف تتضح ملامح ما كان إذا هناك مخرجات أو توضيحات سوف يخرجون بها من هذا الاجتماع، أو سوف أيضا يكون هناك اجتماعا آخرا يوم غد. طيب هاني، ما يتم تسريبه تناقله الدردشة به جانبا، الناس تريد أن تعرف الكواليس يا هاني وأنت لها. بدون مبالغة، بدون أدنى شك الوضع هو بعيد عن العيون الإعلامية. جميع الصحفيين والإعلاميين هم كانوا يمثلون الصحافة الرسمية، لا يوجد أيضا من المسؤولين خارج هذه القاعة سوى المبعوث الأممي الخاص لدى سوريا بيدرسون، الذي كان يجلس في طاولة بعيدة وكان يرفض أيضا القرب منا، وكان أيضا يرفض اللقاء بنا، وحاولنا أيضا أن نتحدث معه ما هو المستقبل لسوريا. لكن الكل هناك تفاؤل وهناك أمل بأن تنحل هذه الأزمة. لعل أيضا هذا الاجتماع هو ما يهم اليوم دول المنطقة تحديدا والدول المجاورة لسوريا عن وضع أمنها وكذلك وضع الأمن الإقليمي والسياسي، وكذلك أيضا أن لا يتأثر هذا الأمر وأن يصل إلى الوضع الاقتصادي
الذي طالما دائما دول المنطقة أن تحرص على مبدأ السلام وعلى مبدأ سلامة الاقتصادياتها، وأيضا كذلك وضع الترابط بين دول الجوار وكذلك دول المنطقة فيما بينها في الوضع الأمني وكذلك الوضع السياسي. شكرا جزيلا لك زميلي هاني صفيان، موفد الحدث من داخل مقر الاجتماع الاستثنائي للدول العربية ودول مسار أستانا في العاصمة القطرية الدوحة. ورغم أن الأنظار كانت على التطورات الميدانية في سوريا، إلا أن التركيز كان على اجتماع جديد ومصيري للدول الضامنة لأستانا في الدوحة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن تركيا وروسيا وإيران بأنها اتفقت على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحثت على حوار بين الحكومة السورية وما وصفها بالمعارضة الشرعية. بدوره وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أهمية بدء حوارات سياسية في سوريا، كاشفا عن أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كير بيترسون انضم إلى الاجتماع في نهاية اللقاء مع الوزراء الثلاثة. خليه شو هي ها؟ ما خلص ما خلص يمكن. تنفيذ الطيران الحربي على مدخل مدينة حماة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن عن دعم بلاده للجيش السوري في مواجهة التنظيمات التي وصفها بالإرهابية، معتبرا أن ما حصل في سوريا يتم استغلاله لأغراض جيوسياسية وفق تعبيره. أعتذر بشدة من الشعب السوري لما يجري له. يتم استخدام الإرهابيين كهيئة تحرير الشام لتحقيق أهداف جيوسياسية، ونحن سنقدم المساعدة عبر السبل الدبلوماسية إذا كان بإمكاننا ذلك، كما فعلنا بالسابق عبر عملية أستانا. لكننا نشعر ببالغ القلق لما يحصل الآن، وفي الوقت نفسه نساعد الجيش السوري عسكريا من خلال القواعد الجوية في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وحول مصير الرئيس السوري بشار الأسد وأمكانية صموده أمام توغل الفصائل المسلحة، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يمكن التنبؤ بمصير الأسد. Do you think Assad can hold on and is what is Russia going to do militarily? Militarily Russia helps the Syrian army with the air force which is based at Khmeimim. And we held the Syrian army to counter the attacks of terrorists. What is the forecast? I cannot guess. We are not in the business of guessing. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التطورات على الأرض سريعة جدا. حاليا كل الأطراف في مرحلة تبادل الآراء والتشاور، ومن المبكر جدا اتخاذ القرار، فالتطورات على الأرض سريعة جدا والوضع متقلب، ومن الطبيعي أن نستمر في دعم الشعب السوري والحكومة السورية. وهناك الآن حملة سياسية جارية وعلينا أن نلعب دورا فيها، ونحن نتشاور في هذا الموضوع. مبعوث الأمم المتحدة لسوريا كير بيترسون قال إن الوضع في سوريا يتغير كل دقيقة، كما دعا لمحادثات عاجلة في جنيف لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2254، مشددا على أن الحاجة إلى انتقال سياسي أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بحسب تعبيره. المبعوث الأممي دعا أيضا للهدوء وتجنب سفك الدماء في سوريا. انزل معلم، يلا نزل، يلا برات 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 برات. Thank you.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، أكد أن بلاده ليس لديها مطالبات إقليمية لسوريا وتدعم التسوية السلمية المبكرة، مضيفا أنه يريد أن تجد الدولة المجاورة السلام والاستقرار والهدوء في أسرع وقت ممكن، وهو ما تتوق إليه منذ 13 عاما. وأضاف أن رش الزيت على النار لن يساعد أحدا، داعيا الدول الرائدة والمنظمات الدولية إلى المساهمة في تسوية سياسية في سوريا، واعتبر أنه يوجد الآن واقع سياسي ودبلوماسي جديد في سوريا. وقال أن حكومة دمشق فشلت في فهم قيمة اليد الممدودة من قبلنا، في إشارة إلى دعواته السابقة لإجراء محادثات مباشرة. إذن هذه الصور مشاهدينا لما قيل بأنه إطلاق سجناء من سجن السويداء المركزي، هذه الصور وردتنا. ما بعرف وينه. أثناء الخروج الله أكبر، أثناء الخروج طلعنا من هالمكان. طلعنا من هالمكان. ما بعرف وينه. أثناء الخروج الله أكبر، أثناء الخروج طلعنا من هالمكان. إذن مشاهدينا هذه الصور حتى الآن وردتنا، هناك أخبار تقول بأنها من سجن عدرا وأخرى يعني تتحدث عن مكان آخر، سنتأكد من هذه الأخبار ونرسلها، ولكنها حقيقية على أرض الواقع. هذه صور وردت من أحد السجون في سوريا. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي عن إصدار عفو عام عن المطلوبين في المناطق التي سيطرت عليها قواته مؤخرا شرق سوريا، مضيفا أن قوات مجلسي منبج والباب التابعتين لها تتصدى لهجمات عنيفة تشنها تركيا على جبهات شرق وغرب وجنوبي منبج منذ يومين. وأضافت قسد أن الجيش التركي شن هجمات عنيفة بالطيران المسير والمدفعية الثقيلة، وحاول التقدم في قرى تل أسود وجب مخزوم والحوتة وجبلة الحمراء وتل تورين خلال اليومين الماضيين. لمناقشة الملف السوري المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث من دبي الأستاذ مسعود الفك ينضم إلينا، ومن موسكو الباحث السياسي الروسي ديمتري بريديجي،
ومن دمشق الباحث السياسي خورشيد دلي، وكذلك من اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو. مرحبا بكم جميعا. أبدأ من عندك دكتور مهند حافظ أوغلو لأسأل، أي المعلومات وعلى ماذا تعمل تركيا الآن في اجتماعاتها سواء في الدوحة أو الاجتماع الأمس؟ على أي صيغة؟ سيد المساء أستاذ حسين وجميع المشاهدين وضيفك الكرام. طبعا تركيا اليوم تنظر إلى أمر مختلف عما تنظر إليه أستانا سابقا. متغيرات كثيرة حصلت، ويبدو لي أن المؤشر الأساسي لهذه التغيرات هو اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة الإيراني العراقي السوري في بغداد، كان ممهدا أساسيا لاجتماعات الثلاثية في الدوحة، ومن ثم ليتوسع ليكون اجتماعا استثنائيا. هذا يعني بأن هناك خطة حقيقية تقوم بها دول الفاعلة والضامنة وكذلك دول المنطقة والمحيط العربي. وبالتالي تركيا اليوم تنظر على أن ما يجري في سوريا يجب أن يكون حقيقة وصل إلى فصله الأخير، ولا بد من التعامل مع هذا الواقع الجديد. وإذا ما نظرنا من أعلى سواء على الواقع الميداني أو حتى على التفاوض السياسي، نجد بأن المتغيرات كثيرة وكثيرة جدا، وبناء عليه لا يمكن القبول بما كان عليه سابقا. هي مرحلة جديدة، إما أن يختار الطريق القصير والسهل، وإما أن يختار الطريق الأطول والأصعب، والخيار بيد النظام السوري بطبيعة الحال وإيران. ولكن يعني تركيا ليست في عجلة من أمرها، تستطيع اليوم بهذا التطورات، هذه التطورات الميدانية وهذه التطورات السياسية، أن تقوم بما يجب أن تقوم به سواء في أهدافها على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الإقليمي، بل وحتى على المستوى الدولي. هناك ثلاثة مستويات بأهداف متعددة لتركيا تستطيع اليوم أن تقوم بها وتحركها وفق المعطيات، سواء كانت السياسية أو الميدانية حسب ما يختار. ولكن السؤال الأصعب، إذا ما كانت هناك توافقات سياسية وسيناريو ربما يمتد لأشهر للنظام السوري، هل سوف تستطيع تركيا ومن معها من الفاعلين الدوليين إيقاف هذا التحرك الميداني؟ طيب أستاذ مسعود، مرحبا بك لهذا الحوار. ما زالت إيران تمتلك ببعض الأوراق كي تفردها في أستانا أو في الدوحة مثلا، أو الأمور خلاص ورقة انتهت وإلى الأبد؟ تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا. شك ما شاهدته سوريا وهذه الأحداث المتلاحقة المتسارعة التي فاجأت الجميع وفاجأت حتى الإيرانيين قبل غيرهم، بأنهم كانوا موجودين على الأرض عندما انسحبت قواتهم من معسكراتها ومن صناديقها إلى أماكن مختلفة بما فيه انتقالهم إلى دمشق، هم يعرفون ما حدث على أرض الواقع. كنت أتابع الإعلام الإيراني، لهجة الإعلام الإيراني كان لهجة متشائمة بما يحدث على الأرض، وهذا ينعكس في الموقف الإيراني كما أنه ينعكس على المطالبة في عملية أستانا مرة أخرى. لماذا أستانا أصبحت ضمن الماضي؟ لا يمكن العمل بأستانا. ربما اليوم عندما التحق وزراء خارجية الدول العربية ولم يكن لهم حضور في السابق في أستانا، إلى من كانوا نظموا أستانا تغيرت الوضوع. ربما نسميها عملية الدوحة هذه المرة، لذا الوضع تغير. وهذا التغيير نابع من التقدم السريع للقوات المعارضة للنظام. هذا التقدم السريع وضع أسس جديدة لو كان هناك حل سياسي. هذا إذا لم يستطيعوا أن يحسموا المعارك العسكرية ولجأوا إلى العمل إلى الحل السياسي، سوف يكون الحل السياسي هذه المرة. يعني إيران تقول على الحكومة السورية والمعارضة إجراء حوار سياسي، يعني قد يتفهم البعض بأنها تحاول أن تفرض نفسها وصية على قرار دمشق وعلى قرار حكومتها، ولكن ما مدى موانتها على المعارضة كي تتحدث بهكذا صيغة يا أستاذ مسعود؟
نعم عندما يتحدثون عن الحوار يقولون المعارضة الشرعية. من هم المعارضة الشرعية؟ أين هي المعارضة الشرعية؟ لم يتم تحديد هذه المعارضة. أعتقد لا إيران ولا حتى روسيا رغم قوتها ورغم أن لها دور أساسي في سوريا ليسوا في الموقع التي تسمح لهما بفرض إملاءات على المعارضة في الوقت الراهن. ولا ننسى المعارضة عندما شاركت في أستانا كانت في شاركت من منطلق من موقف ضعيف، ولكن الآن الموقف أقوى من السابق، لذا نحتاج إلى صيغة جديدة تتجاوز صيغة أستانا بالكامل. طيب لا أدري إن كان يحق لها أن تصنف السوريين على أن هذا معارضة شرعية وذاك لا. أستاذ خورشيد مرحبا بك. لماذا كل هذا العند لدى الحكومة السورية، لدى من هم موجودون الآن في دمشق؟ على ماذا يعولون؟ للجميع الضيوف على المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. دمشق خلال نصف قرن اعتادت على إدارة البلاد بطريقة تعتقد أن هي التي يجب أن تكون، وهذه الطريقة ربما الأحداث الآن تؤكد أن لابد لدمشق أن تراجع هذه الطريقة في إدارة البلاد. التطورات الميدانية الآن التي تأخذ طابع دراماتيكي كبير بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على حلب ومن ثم حماة ووصولا الآن على أقواب حمص والتهديد ربما بالسيطرة على مدن أخرى، كل هذا يتطلب ليس فقط من دمشق إنما من الجميع التفكير بمزيد من المرونة والجدية لمنع انخراط سوريا في تكون حرب قد لا تنتهي إلا بتدمير ما تبقى سواء على مستوى البنية التحتية أو حتى الإنسان السوري. ما يحصل الآن في دوحة ولا سيما بعض انضمام دول عربية إلى اجتماعات وزراء خارجية دول أستانا بالتأكيد يعطي نوع من البارقة دعنا نقول السياسية في إمكانية الخروج بتصورات بمقترحات ربما يؤدي إلى حلحلة هذا الاصطفاء الكبير الذي يحصل الآن في سوريا. وبنفس الوقت هناك أسئلة كثيرة تثار حول مواقف الدول المجتمع الآن في أستانا في ظل تناقض مواقف هذه الدول واختلاف أولوياتها وأجندتها. تفضلت الآن عندما يتحدث الوزير الإيراني ويصنف معارضة إرهابية ومعارضة غير إرهابية، هذا الأمر يتناقض تماما مع وجهة نظر تركيا التي لها تصنيفات أخرى أيضا. ودعنا أقول في سوريا أستاذ خورشيد، في سوريا ولا أدري إن كان في باقي المناطق لا حكم عليه هذا للتقدم لأي وظيفة يعني، وكأن السوري المعارض لابد أن يذهب إلى طهران كي يأخذ لا حكم عليه منها مثلا. لاحظ سيدي، جميع الدول الآن التي تجتمع في أستانا تدخلت في الشأن السوري وحاول كل طرف أن يفرض سياسته عليها. نعم إيران لديها تصنيف خاص تصنف من لا يتفق مع محورها وسياستها هو في خانة معادية، وهذا الأمر ربما ساهم في الصدام. تركيا أكثر من ذلك، تركيا ليس فقط الآن هي عندما تجتمع في الدوحة تأتي برؤية مسبقة، يجب أن يكون فلان في الحكم، يجب إبعاد المكون أو الطرف الفلاني. لماذا؟ لأن لديها تصنيف خاص وهي تريد سوريا بالشكل في تركيا يجب أن يكون منتميا. أستاذ خورشيد يعني إذا كان في إيران يحتاج إلى لا حكم عليه، في تركيا يجب أن يكون منتميا. أنا أعتقد غير ذلك أستاذ حسين، يجب أن يقول حاضر أفندم، وحاضر أفندم في تركيا تعني نحن تحت رايتك وننفذ أوامرك سيدي. هكذا كل طرف للأسف يفكر طيب. بالسوريين، ولا أحد يفكر بكيف يمكن دفع السوريين إلى حوار حقيقي ينطلق من مصلحة السوريين. لذلك أعتقد الآن مطلوب من الدول العربية، وهذا شيء جميل عندما انضمت إلى هذه الاجتماعات لتحقق نوع من التوازن في دفع سواء الحكومة السورية دمشق أو في الأطراف الأخرى إلى حوار جدي حقيقي يحقق الاستقرار لسوريا ويجنبها الآن حفلة الدم التي تجري. طيب. من غير ذلك طيب. الأمور تتجه إلى المزيد من التفاقم. طيب سيد ديمتري، الجانب الروسي
الآن في هذه المفاوضات عما يبحث؟ يبحث عن مستقبله في هذه الجغرافيا وهي القاعدة البحرية المهمة في المتوسط لموسكو، أو ماذا؟ مساء الخير، تحياتي لسادة المشاهدين وضيوفكم الكرام. أعتقد يعني هناك من جهة مصالح متعلقة بروسيا في منطقة الشرق الأوسط، لأن لروسيا هناك قواعد عسكرية في سوريا، وروسيا دخلت لصالح مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. القواعد العسكرية هي تلعب دورا استراتيجيا مهما لروسيا في البحر الأبيض المتوسط، وكان هناك دور في يعني إدارة العمليات العسكرية منذ عام 2015 مع القوات الحكومية السورية. الآن ما يحدث في سوريا هو تغيير بسبب تجميد الصراع وخفض التصعيد الذي كان في الأراضي السورية ما يقارب 4 سنوات، ويعني حدث تغيير في سوريا، وهذا التغيير مرتبط بالمشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية التي يعيشها السوريين. يعني هناك مشكلة كبيرة تواجه سوريا. روسيا عملت على تطبيق الحل السياسي في سوريا، عملت على أن يكون هناك مصالحات وحوار داخلي، ولكن لم ينتج عن ذلك أي شيء. يعني دمشق يمكن القول بأنها أيضا لم تندمج فيما خطط لروسيا في سوريا. يعني حتى ملف عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة لم يحدث ذلك. يعني رفضت دمشق وطلبت من تركيا سحب قواتها من الأراضي السورية. طبعا هذا مطلب أساسي أيضا لروسيا لسحب القوات الأجنبية من الأراضي السورية. الوضع المعقد هو بسبب عدم إيجاد صيغة للحل السياسي في سوريا. يعني مدى على الوضع في سوريا ما يقارب 13 سنة. يعني الكثير كان يعتقد بأن لن يحدث هناك أي تغيير، ولكن نرى بأن هناك الآن فرض واقع جديد يحدث في سوريا، أو يتم فرض واقع جديد في سوريا. ويعني الوضع حتى الصحف الروسية والإعلام الروسي والجهات الحكومية الروسية لم تكن تتوقع ما يحدث الآن في سوريا. هو وضع مفاجئ لكثير من كان منخرط في الملف السوري، أعتقد الإيرانيون والروس، من كان لهم دور كبير في الأزمة السورية. لذلك التحول الجديد سوف يفرض واقعا جديدا ويفرض سياسات حتى جديدة على الدول التي هي منخرطة في أستانا. يعني ما يقارب 20 لقاء كان في اجتماعات أستانا ولم ينتج عن ذلك أي شيء. يعني الحوارات أو اللقاءات التي كانت تحاول روسيا جمعها بين الحكومة السورية أو دمشق والمعارضة أيضا لم ينتج عنها أي شيء. فلذلك نرى فرض واقع جديد، وهذا الواقع الجديد قد ينتج عنه تغيير سياسي في سوريا وانخراط الدول التي لها دور في أستانا في هذا الواقع الجديد والعمل على الصيغة لتغيير سياسي في سوريا. طيب دكتور مهند، الذهنية التركية من الممكن أن تقود البلاد سوريا مثلا؟ يعني نسمع بأن قبارص أتراك، يعني من الممكن أن نصل إلى حلب التركية، قبرص التركية وغير ذلك، أو لا الموضوع فقط مساندة ومساعدة وينتهي الأمر عند هذا الحد؟ لا يبدو لي بأن تركيا حقيقة لديها أي أطماع في الداخل السوري. على العكس، هي بالفعل بحاجة ماسة لأن تكون في مأمن وأن تكون في مسافة أمان. الهدف الداخلي مؤثر بشكل قوي، سواء في مستواه السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. وبناء عليه تركيا اليوم فقط هي تريد أن تدفع عنها كل الأضرار التي جاءت من قبل الملف السوري عليها، ومن ثم ليقوم المجتمع الدولي بحل هذه المشكلات. الوضع اليوم هو، ومنذ فجر التاريخ أستاذ حسين، القوي هو الذي يفرض شروطه. وما الحروب؟ وما التسلح؟ وما وزارات الدفاع كلها؟ وما القوات العسكرية بطياراتها براجماتها؟ إلا لفرض القوة وبالتالي فرض الشروط السياسية. يعني هي وسيلة وسبب أساسي لفرض الشروط الأساسية. ربما هذا هو ما يمثل الوضع الحالي اليوم في الملف السوري. اليوم المعارضة في موقف قوي، وهي فرضت على كل من روسيا
وإيران أن تقول بأن هناك معارضة معتدلة يجب التعامل معها. قبل هذا الواقع كانت تقول روسيا وإيران بأن المعارضة إرهابية، كلها إرهابية دون تمييز ما بين هيئة تحرير الشام أو الفصائل الأخرى. هذا الموقف القوي الميداني هو الذي يجعل اليوم روسيا تغير بوصلتها نحو المجتمع الدولي بعيدا عن إيران، وهي التي تفرض اليوم الكثير من الشروط على إيران. لذلك أتت إيران من خلال وزير خارجيتها ينتقل من دمشق إلى أنقرة إلى بغداد ومن ثم إلى الدوحة، يعلم تماما بأن أنه في موقف ضعف الآن، بعد كان أن يظن بأن المعارضة سوف تبقى مشتتة وأنها لا داعم لها حقيقي يدفعها ويوجهها وينصحها، ولكنه فوجئ أي الفعل الإيراني بما لم يتوقعه، وبالتالي اليوم يبحث فقط عن مخرج له وللنظام السوري بطبيعة الحال. طيب أستاذ مسعود، الجانب الإيراني الآن الواقع هو من فرض عليه التعاطي بهذا الشكل، أو أن أساس كذلك، أو أن إيران الداخلية تريد أن ترتاح مثلا، تريد أن تغير منهجيتها وسلوكها وعلاقاتها الخارجية مع الآخرين بطريقة مختلفة؟ صاحب الجمهور الإسلامي التي تمثل التيار المعتدل في إيران اليوم كان لها مقال قد يعكس الوضع، وربما يمكن اعتباره نوع من الاعتراف بفشل السياسة الإيرانية في سوريا وفقا لهذه الصحيفة. الصحيفة قالت في مقالها الرئيسي بأننا فقدنا سوريا لأننا كنا منشغلون، وهذا تبرير الصحيفة طبعا، كنا منشغلون بخلافاتنا الداخلية. نحن نأخذ الجزء الاعتراف بأنه فقدنا سوريا، وهذا دليل على أن إيران فقدت سيطرتها في سوريا. فقدان إيران للسيطرة على سوريا وفقا ما أشارت إليه هذه الصحيفة هو بمثابة ضربة موجعة للسياسة الإقليمية الإيرانية. سوريا كانت الأرض التي من خلالها إيران تدعم لوجستيا كثير من حلفائها في المنطقة، مثل حزب الله، مثل الميليشيات العراقية. عندما تضيق عليها الأرض كانت تلجأ إلى الأرض السورية وما شابه ذلك. لذا أعتقد بأن إيران بدأت تواجه الواقع المر في الوقت الحاضر بما يحدث داخل سوريا، ولا أعتقد أدبيات تقسيم المعارضة إلى شرعي وغير شرعي، إلى إرهابي وغير إرهابي، إلى تكفيري وغير تكفيري، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر، أو ربط المعارضة كما تقول وسائل الإعلام الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لا أعتقد سوف لها آذان صاغية للذين على أقل تقدير في السلطة التنفيذية في الوقت الحاضر، ويمثلهم طيب. هذا الرئيس الذي يحاول إنقاذ طيب. الاقتصاد الإيراني وترك التوسع الإيراني والتوجه إلى الداخل. طيب. اعتقادي الوضع سوف يكون مختلفا بالنسبة للسياسة الإقليمية الإيرانية طيب. على ضوء ما يحدث في سوريا. أستاذ خورشيد، إلى أي حد يعني مسألة السوري والشعب السوري تحديدا يمكن أن يبنى عليها ويعتمد عليها من قبل الدول التي تجتمع من أجل هذا البلد؟ السوريون بكافة شرائحهم وانتماءاتهم وعرقياتهم ومذاهبهم، يعني عندما يكون هناك عفو من مظلوم عبدي وكأن قدر السوريين أن يبقوا هذا مطلوب لقسد وآخر 15 فرعا استخباراتيا يمنعه ويتابعه، وهذا المعارضة كذلك تنتقده وتريد أن تقبض عليه، إلى أي حد بالفعل يعول على الطبقة السورية من أجل مساعدة الدول التي تجتمع من أجلها الآن؟ يعني لو تسمح لي بدقيقة فقط قبل الإجابة عن هذا السؤال. فضل. أنت سألت الضيف التركي عن كيف ينظر العقل السياسي التركي إلى السورية. طيب تفضل. ببساطة شديدة أعطيك معلومات. في الموازنة التركية ما زال هناك بند موازنة حلب والموصل. ماذا يعني؟ مئات المرات سمعنا من الرئيس التركي نفسه أردوغان يتحدث عن الميثاق الملي. ماذا يعني ميثاق الملي؟ يعني مناطق شمال شرق سوريا وصولا للعراق. دولة بهجلي الذي هو حليف أردوغان قبل أسبوع تحدث في البرلمان التركي، قال بالحرف حلب كانت تركيا وستبقى تركيا، إسطنبول هي تركيا
اسطنبول هي حلب وحلب هي اسطنبول. الآن صححنا التاريخ وستعود الجغرافيا إلى أصلها. هل هناك كلام أوضح من كل هذه المعطيات أن العقل السياسي التركي ينظر إلى مناطق شمال خاصة شمال وشمال شرق سوريا من لادقية وحلب إلى مرورا بسموها دمر قابو إلى موصل على أنها هي أرض تركية دار تاريخية؟ الكتائب التي شكلتها كلها معظمها اتخذت أسماء سلاطين عثمانيين. هذه هي العقلية وهذه هي الحقيقة، وفي هذا السياق يجب النظر إلى هذا البعد في السياسة التركية. أعود إلى سؤالك سيدي. للأسف إلى الآن لا نجد في الداخل السوري ما يمكن القول أنها قوى سياسية يعني لها تأثير يمكن أن تطرح معادلة سياسية. والموجودون الآن الذين طرحوا هذه الدعوات لم تتجاوز ربما بعض المنتديات. في الخارج المعارضة نفسها مشتتة بين طرف يتبع لتركيا وبين طرف يتبع للدولة الفلانية أو تلك، سواء من السياسات أو تمويل، وهذا ما يزيد المشهد تعقيدا عندما لا نجد قوة حقيقية يمكن أن تقدم رؤية سياسية خلافا لما حصل في بعض الدول العربية أثناء تلك الانتفاضات وما سمي بالربيع العربي. طيب. أعقد من ذلك، المسألة السورية خرجت من يد السوريين سيدي. الآن لماذا اجتماع دوحة؟ لو كان هناك قوة سياسية يمكن أن تفاوض الحكومة لأجل توصل إلى الصيغة. الواقع السوري يشي بأن المسألة أصبحت هي الحكومة قبلت يا أستاذ خورشيد. هي الحكومة قبلت يا أستاذ خورشيد. الحكومة باللجنة الدستورية كل بند يحتاج منها إلى العودة إلى دمشق ومناقشة العلم والأحمر فوق أو الأخضر ونجمتان أو ثلاث وغير ذلك، يعني مشكلة يا أستاذ خورشيد. أنا أتفق معك، والجميع يتحمل قصة من المسؤولية. إذا كانت الحكومة حددت أجندتها بأولوية مكافحة الإرهاب بهذا العنوان، فالآخرين أيضا حددوا أجندتهم، سلمون السلطة. إذن هناك كل طرف يجب أن يراجع حصيلة 14 عاما من الممارسات ومن التفكير. نحن سوريا تمر بلحظات حاسمة مصيرية. على الجميع أن يفكر أن البلاد، أن حياة الناس، كرامة الناس، مصير الناس، لقمة عيش الناس يا سيدي أهم من الحسابات السياسية الدقيقة لهذا الطرف أو ذاك، أو حتى من أجندة الدول. طيب. التي تراد أن سريعا بنصف دقيقة على أصل السياسة تحكم هذا. طيب بنصف دقيقة سيد ديمتري إذا سمحت لي. الجانب الروسي، قال وزير خارجية روسيا بأنه سيستمر بدعم الجيش السوري، هذه إشارة إلى ماذا؟ الجيش السوري بصيغته الحالية أو ما يعمل عليه الآن؟ أعتقد بالصيغة الحالية، يعني هناك تفاهمات، هناك اتفاقيات أبرمت بين روسيا والطرف السوري بما يخص أن روسيا تؤمن وتدافع عن مصالح دمشق. فوفق هذه الاتفاقيات، يعني هذه الاتفاقيات لم تنتهي، ولكن في نهاية الأمر الواقع الجديد قد يفرض سياسة جديدة، وروسيا قد تغير سياساتها في سوريا. روسيا أنقذت الرئيس السوري بشار الأسد في السابق وأنقذت الحكومة السورية، ولكن الوضع الآن تغير وهناك واقع جديد، وهناك روسيا التي الآن في وضعها أيضا مختلف بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولذلك لن تستطيع الانخراط بشكل مباشر وجلب قوات برية إلى داخل سوريا لدعم القوات الحكومية السورية. طيب دكتور مهند تفضل، لديك تعقيب؟ يعني اصلا الامر السياسه كلها والساسه ومؤسسات الدوله كلها لخدمه المواطن، ليس المواطن هو من يريد ان يدفع ثمن ما اخطاء الساسه، العكس، الساسه جاءوا لخدمه هذا المواطن. وبالتالي تعنت دمشق المباشر سواء من مع الجانب التركي او حتى مع الجانب الروسي في الفتره الاخيره، فضلا عن المجتمع الدولي الذي لطالما طلبه ب 2254 ايضا يا دكتور مهند، يعني وليس. طيب. أنا ظننت لديك تعقيب على كلام الأستاذ خورشيد، يعني أيضا ليس من قدر السوريين مثلا أن تقنعهم بعض الأطراف على أن يرفعوا صورة مرشد إيران من جنوب دمشق ومن أحياء في العاصمة السورية تواجههم صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشمال، يعني هذا ليس قدر السوريين، أليس كذلك؟ لا لا
طبعا ليس قدر السوريين، وما قاله عن دولة باشلي هو لا يمثل الدولة التركية ككل، ولا يمثل توجه الحكومة التركية، ولا هو مجرد حركة قومية يمينية كلنا يعرف توجهاتها. أما فيما يتعلق بأن حلب هي أنقرة وأنقرة هي حلب والموصل كذلك، ليرجع إلى اتفاقية 1926 أو 1927 على ما أذكر، كان هناك اتفاق ما بين تركيا وكل من بريطانيا وفرنسا أنه في حال كان هناك اضطرابات كبيرة في الجغرافيا السورية أو الجغرافيا العراقية في الموصل، لتركيا الحق التدخل إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من استتباب الأمن في تلك الدولة أو تلك الدولة. هذه هي الاتفاقية السارية حتى الآن، وليس لأن تركيا لديها أطماع وأنها ميثاق ملي وأنها تريد أن تحتل حلب وأن تحتل الموصل. هذا الأمر قفز عنه الزمن ولم يعد مقبولا ولا يمكن أن يقبله مقبولا. وإلا لو كانت هذه الدعوات صحيحة لرأيت تركيا اليوم خارج الأمم المتحدة وكانت العقوبات عليها، بل كانت حروب عليها مباشرة. هذا المنطق لا تفكر به تركيا على العكس، وكيف تفكر به وهي دولة أساسية في حلف الناتو وهي دولة إقليمية مهمة لديها أهداف كثيرة ولديها مهام كثيرة تقع على عاتقها ضمن هذا النظام الدولي أو نظام الدولي الجديد. بناء عليه الأمر قفز للحقيقة ويجب أن تنبيه. طيب شكرا جزيلا لكم جميعا. أستاذ خورشيد تريد أن تضيف شيء؟ يعني كلمة واحدة، بهذا المنهج من التفكير الذي تفاضل به الضيف التركي ينبغي العودة إلى اتفاقات الدولة العثمانية قبل 300 عام، وبهذه الطريقة يمكن الحديث عن ليبيا وعن كل إفريقيا وعلى مصر وتونس، وبالتالي يمكن لتركيا أن تتدخل. هذا كلام مرفوض، الزمن تجاوز الدولة العثمانية واتفاق الملي وكل ذلك، هذه دول لها سياداتها وحدودها وشعوبها، كفوا والواقع عن التدخل في الشأن. والواقع والواقع يرفض كل هذه التحركات، الواقع لا يقبل بمثل هذه التحركات. الشعب السوري من حقه حقيقة أن يجد دولة وأن يجد حكومة ترعاه وتخدمه وليس أن يكون هو خادما لها. لذلك تركيا من مصلحتها أن تكون هذه الدولة حاضرة وبسرعة لترتاح تركيا وترتاح سوريا ويرتاح الشعبين. طيب الشعبين. تفضل أستاذ خشي. لو كانت تركيا فعلا تريد هذا الأمر للشعب السوري لما فتحت مطاراتها لعشرات آلاف من المسلحين والإرهابيين وإدخالهم إلى الأراضي السورية وإعطائهم التدريب العسكري، وقاموا بما انتهاكات إلى ما لا يحمد عقباها. يعني الآن هذا سجل هذه الفصائل، ما حصل في عفرين التي تحتلها تركيا، الانتهاكات تفوق ما حصل خلال قرن كامل في أي بلد من العالم، تهجير، تغيير ديموغرافي، انتهاكات بحقوق الناس، هذا الادعاء على المواسم، قتل الناس، اقتلالهم، من الذي يرعى ذلك؟ أليست الاستخبارات التركية هي التي تدير هذه الفصائل؟ من هو أبو حاتم الشقرة الذي استقبله الرئيس أردوغان مرتين؟ هو مثقف في قوائم الإرهاب وقتل السياسيين. عفرين هي محتلة، ليست عفرين هي محتلة، الشعب الموجود في عفرين هو من يقول بأنها محتلة أو لا. انظر للشعب في عفرين كيف يعيش. أما فيما يتعلق بدخول الإرهابيين من مطارات تركيا وما شابه أليست هناك ألم تقل قبل قليل يا دكتور مهند، ألم تقل قبل قليل بأن القوي يفرض شروطه عندما يكون هناك سلاح موجه على أبناء عفرين؟ هل يعني ذلك بأنهم هم يغنون لمن من يعيش في أرضهم مثلا؟ السلاح على من كان موجها؟ إن كان على قسد التي تحتلم والتي تحتل عن منبج والعملية القادمة في منبج والتي تحتل عين عرب والتي تحتل شمال شرق سوريا بالكامل. طيب. السلاح كان موجها لهم. انظر للحياة المدنية. شكرا جزيلا. ونحكم. نعم شكرا جزيلا لكم جميعا من دمشق أشكر الباحث السياسي الأستاذ خورشيد دلي، ومن اسطنبول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور مهند حافظ أوغلو آخر المتكلمين، ومن دبي المتخصص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة حدث الأستاذ مسعود الفك، من موسكو أشكر الباحث السياسي الروسي ديمتري بريجي. إذن نقلت شبكة CNN عن مصادر أن الرئيس السوري بشار الأسد ليس موجودا في أي مكان في دمشق، وفيما نفت الرئاسة السورية مغادرة الأسد دمشق، نقلت الشبكة الأمريكية عن مصادرها أن الحرس الرئاسي للأسد لم يعد منتشرا في مكان إقامته المعتاد.
اخوي هاي العالم كله، طلعت من سجن حمص المركزي، هاي العالم اخوي هاي العالم كله. مشاهدينا هذه صور نتابعها لخروج مساجين من سجن حمص المركزي، اخوي هاي العالم كله، طلعت من سجن حمص المركزي، هاي العالم. إذن نحن ننتقل بين السجون مشاهدينا، طلعت من سجن حمص المركزي، من سجن حمص إلى سجن عدرا إلى سجن حلب المركزي. كل هذه الصور نريدها، هاي العالم أخوي هاي العالم كله، طلعت من سجن حمص المركزي، هاي العالم. إذن كل الصور التي تردنا من السجون نعرضها بشكل مباشر مشاهدينا. نذكر فقط المئات من سجن حلب المركزي، وكذلك من سجن حما وسجن عدرا وسجن حمص. حمص المركزي مساجين سجناء حمص المركزي، الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله على السلامة سجناء حمص المركزي يا شباب، الحمد لله على السلامة سجناء حمص المركزي، سجناء حمص المركزي الله يحمي الأبطال. يلا حي الشباب، الحمد لله على السلامة. إذن مشاهدينا نذكر الذين انضموا إلينا الآن، نحن نعرض الصور التي تردنا من السجون، هذا سجن حمص المركزي، الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله على السلامة سجناء حمص المركزي. قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن لا تتدخل في الصراع في سوريا. وقال ترامب في منشور على منصته تراث سوشيال للتواصل الاجتماعي، قال إن سوريا في حالة من الفوضى ولكنها ليست من أصدقاء الولايات المتحدة، وأن المعركة في سوريا ليست معركة واشنطن. من واشنطن ينضم إلينا مراسل الحدث حسين الطود، مرحبا بك. التقييم الأمريكي لما يجري في سوريا حسين، وآخر التحديثات عقب حديث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ماذا سبقه؟ حسين، طبعا موقف الرئيس دونالد ترامب يتماشى مع مواقفه السابقة التي كان يؤكد فيها على عدم التدخل في شؤون دول هو لا يستفيد منها، وهذا موقفه بالنسبة لسوريا، وقالها بأن سوريا لم تكن يوما صديقة للولايات المتحدة، ولذلك هو يدعو الإدارة الأمريكية لعدم التدخل. هذا الموقف الحقيقة هو يتماشى مع موقف الإدارة الأمريكية الحذرة مع ما يجري الآن في سوريا. سمعنا التصريحات الرسمية الأمريكية التي تدعو إلى خفض التصعيد وإلى حماية المدنيين والأقليات وإرسال المساعدات الإنسانية والحث على عملية سياسية وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي يدعو إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية. طبعا أيضا كان هناك حديث من قبل البنتاغون على أن العمليات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا لا علاقة لها مع ما يجري
من عمليات الفصائل في شمال غرب سوريا، وأوضح ذلك بات رادر المتحدث باسم البنتاغون عندما تحدث عن الغارة الجوية التي شنتها الطائرات الأمريكية، قال بأنها كانت للدفاع عن نفس ضد من يعتقد أنهم كانوا يحضرون لمهاجمة الجيش الأمريكي، ولكنه شدد وكرر ليؤكد على أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بما يجري في شمال غرب سوريا. طبعا عندما تحدث عن الكونغرس الأمريكي، المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في المجلسين الشيوخ والنواب أحجموا عن التهليل لهذا التقدم للفصائل المعارضة أو الفصائل المسلحة في شمال غرب سوريا، لأنهم يتخوفون من وجود هيئة تحرير الشعب التي تصنفها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، وأيضا بسبب عدم رضاهم عن الرئيس السوري بشار الأسد جيم ريش، وهو كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية والرئيس القادم لهذه اللجنة في الكونغرس القادم، قال بأنه حسب التعبير هو بأن هناك عناصر سيئون على جانبي القتال، في إشارة إلى الرئيس السوري وأيضا إلى هيئة تحرير الشام. هناك تخوف من ما يجري في سوريا، لذلك هناك إحجام عن إظهار موقف مؤيد لهذه الفئة أو هذه الفئة. ولكن طبعا كما قلنا الموقف الرسمي الأمريكي ما زال عند إصراره على ضرورة خفض التصعيد، على ضرورة إيجاد حل سلمي، وعلى ضرورة حماية المدنيين والأقليات والبنية التحتية في سوريا. شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الحدث الزميل حسين الطود على كل هذه التفاصيل. يعقد الكابينت الأمني الإسرائيلي جلسة مساء اليوم للبحث في الملف السوري، ومنذ بدء المعارك في سوريا اتخذت تل أبيب 4 قرارات حول سوريا نفذت بعضا منها. أولا قصفت مخازن السلاح الكيماوي منعا لوصوله إلى المسلحين شمال دمشق قبل أيام، كما قصفت المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان منعا لتهريب سلاح حزب الله، ثم استنفرت قواتها في الجولان المحتل واستدعت الاحتياط، كما تدرس اللجوء وقت الحاجة إلى إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي السورية في حال سيطرة المعارضة المسلحة. هذا واعتبر مسؤول أمني إسرائيلي أن تل أبيب لا تتدخل بما يحصل في سوريا، مشيرا إلى أن الحكم على المعارضة السورية سيكون من خلال عملها على الأرض وفق تعبيره. وحذر المسؤول الإسرائيلي من أن أي خرق لاتفاق الهدنة الموقع مع دمشق عام 1974 سوف يواجه عسكريا وبقوة. نحن الآن هنا في هذه الجولة السريعة في قرية الغنطو، هذه القرية التي تقع بريف مدينة حمص وهي كذلك محاذية لمركز المدينة. هذا هو طريق قرية الغنطو كما تلاحظون معي، هذه المشاهد المباشرة والحصرية التي ترونها على شاشتي العربية والحدث. طبعا بعد قرية الغنطو تأتي بلدة الدار الكبيرة، هذه البلدة كذلك التي تعتبر هي البوابة للدخول لمركز محافظة حمص والكلية الحربية، والكلية الحربية كذلك كما يفيدنا هنا أحد سكان هذه المنطقة. نعم، هذه المنطقة هنا هي أقرب مكان باتجاه القوات الحكومية. بطبيعة الحال العمليات العسكرية متتالية ومستمرة على مشارف مدينة حمص، ويمكن القول كذلك بأن الطيران الحربي ما زال يحلق في سماء هذه المنطقة. أدعكم في هذه الجولة السريعة هنا من أحياء قرية الغنطو، كما قلت بأن هذه المشاهد المباشرة والحصرية ترونها على شاشتي العربية والحدث. ونحن الآن بطبيعة الحال نتجه إلى بلدة الدار الكبيرة، تعتبر هذه البلدة هي آخر ما وصلته قوات إدارة العمليات العسكرية تحرير الشام وحلفائها. ندعكم في هذه المشاهد المباشرة، ترون معي هنا يوجد في هذه القرية، هي طبعا فيها سكان حالها كحال تلبيسة والرستن وغيرها. هذا هو مركز المدينة وسط القرية هنا كما ترون، ونتابع معكم في هذه الجولة هنا من قرية الغنطو لقناتي العربية والحدث من وسط قرية الغنطو ومن ريف حمص الشمالي. محمد هارون، ريف حمص.
التطورات الميدانية والمتغيرات السريعة يرصدها لنا الزميل إبراهيم فتفت عبر الخريطة التفاعلية. مساء الخير حسين. بالفعل التطورات جغرافيا سوريا معك الآن إبراهيم. بالفعل من حمص حسين إلى حلب العاصمة دمشق فقط التي اليوم، لأن أم المعارك اليوم في حمص وأيضا العين على العاصمة دمشق كما نتابع خلال الساعات الماضية حسين ومشاهدينا الكرام. الأمور تتسارع بوتيرة كبيرة للغاية ولا تستطيع وسائل الإعلام أن تلحق على الأخبار المتداولة في هذا الكم. تخوض الفصائل معارك ضارية للغاية على أعتاب مدينة حمص بعدما سيطرت عليها عدة أرياف منها الفصائل. نحن نتحدث عن مدينة حمص ومدينة دمشق، العين عليهما هذه الليلة لما لهما من أهمية كبيرة للغاية خلال هذه الساعات، ولما تشهد أيضا هاتان المدينتان أو محيطهما من معارك كبيرة. إذن الفصائل سيطرت بشكل كبير على أرياف كبيرة في محيط حمص من الجهة الشمالية، وأيضا تستقر منذ أيام على أعتاب وأبواب المحافظة من الجهة الشمالية وأيضا الجهة الشرقية. نتحدث في هذه الساعات عن تقدم كبير للقوات من الجهات الشمالية، فيما كانت تتحدث أيضا وسائل إعلام غربية عن مصادر ميدانية بداخلها أن عدد كبير من قوات الجيش السوري بدأت تنسحب خارج هذه المدينة. الفصائل تتقدم الآن في منطقة تلبيسي، هذه المنطقة التي باتت شبه خاضعة لسيطرة الفصائل، تشهد تقدما ملحوظا لهذه القوات، فيما قالت مصادر أن القوات التابعة للجيش السوري بدأت بالتراجع. لكن هناك عقبة كبيرة للغاية أمام القوات المتقدمة التابعة للفصائل، هي بالتحديد عند حاجز ملوك. هذا الحاجز الذي يعتبر أكبر العقبات للقوات المتقدمة نحو المدينة حمص. ما إن اجتازت الفصائل هذا الحاجز حكما تصبح في مشارف وعلى أعتاب مدينة حمص، وقد تصبح هذه المدينة تحت سيطرتها بشكل كامل خلال ساعات ما لو اجتازت كما ذكرت حاجز ملوك ذات الأهمية الكبيرة للغاية. فيما لو انتقلنا أيضا إلى العاصمة دمشق، بعد اجتياز حمص تصبح العاصمة دمشق محاصرة من كل جهاتها بعد التقدم الكبير للغاية الذي حرزته الفصائل خلال الساعات الماضية في الأرياف المحيطة بالعاصمة السورية دمشق. هناك نقاط مهمة للغاية مشاهدينا الكرام تتمركز بها قوات الجيش السوري في مناطق تعتبر هي الأساسية والركيزة الكبيرة للدفاعات في العاصمة السورية دمشق. لو تحدثنا عن مطار المزة، هو يعتبر الحصن الجنوبي للعاصمة السورية دمشق، فيما قصر الشعب حيث يقطن الرئيس السوري بشار الأسد في الأيام العادية يكون أيضا محاطا بتمركزات عسكرية واسعة للغاية. ساحة الأمويين هي ثالث أهم نقطة في العاصمة السورية دمشق من حيث الاستراتيجية وأيضا من حيث الجغرافيا. هناك تمركزات كبيرة ومهمة للغاية للوزارات، أبرزها وزارة الدفاع في هذه الساحة، وتعتبر أيضا رمزا من رموز العاصمة، ما إن وصلت إليها الفصائل وما إن وصلت أيضا إلى قصر الشعب وسيطرت على مطار المزة، تعتبر العاصمة السورية بيد الفصائل بشكل كامل. إذن مشاهدينا رويترز عن سكان محليين، الجيش السوري ينسحب من بعض المناطق في مدينة حمص. إذن هذه مشاهد خاصة للحدث مشاهدينا، لانسحاب الجيش السوري من الفوج التابع للفرقة 26 في حمص. سحاب الجيش كامل مش انشار.
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ينضم إلينا. أستاذ رامي مرحبا بك، ما هي معلومات المرصد عن حمص وما يجري الآن وما تعرضه الحدث من صور؟ خلصت الحكاية، هذه عبارة انتهر الحمص الآن. مدينة حمص في عدة أحياء انسحبت الأمن السياسي، لا نعلم ما هو وضع الأمن، المخابرات العسكرية المخابرات الجوية خرجت، التكبيرات في عدة أحياء من مدينة حمص، أي انتهت المعركة الكبرى الآن في مدينة حمص والتي لم تكن كبرى ولا غير كبرى. لذلك أنا عبر نشرة ظهرا قلت أن كل ما يعني الغارات الروسية هي غارات شكلية، وكل ما يحصل الآن هي يعني النهاية أو لملمة الأمور. في عدة أحياء من مدينة حمص دخل المقاتلون من خارج المدينة استقبال وتكبيرات من قبل الأهالي إلى حمص التي شرد الكثير من أهلها، التي أين ذهبت في العالم ترى أبناء حمص في كل مكان، في مصر، في بريطانيا، هنا جاري حمصي، في مصر أذهب أرى الحماصنة، في أوروبا الحماصنة، أي أن هؤلاء مشردين في كل مكان. المعركة انتهى الآن، من يريد أن يقاوم الأحياء ذات الغالبية العلوية هناك اتفاق الآن لأن لا يقاتلوا ولا أحد يقوم باستهدافهم وعلى أن يسلموا أسلحتهم لاحقا. الآن سيخرج علينا وزير الدفاع ومحافظ حمص الذي هو قريب بشار الأسد، هو ابن خال بشار الأسد، ويقول لنا الكذب، لا يوجد شيء، انتهى كل شيء قولا واحدا، انتهى كل شيء. قلنا إذا منذ الصباح قلنا معركة حمص لم تعد أم المعارك ولم تعد معركة شيء، بالأساس هي كانت معركة النهاية. طيب تفضل. مسألة الطرقات الآن أستاذ رامي، طريق حمص دمشق، ما هي المعلومات عنه الآن؟ طريق حمص دمشق حتى اللحظة لا يوجد سيطرة عليه، ولكن يعني يوجد عليه قطاعات عسكرية، لم تحارب القطاعات العسكرية. أيضا طريق حمص الساحل السوري لا يزال سالك حتى اللحظة. ودعني أقول لك وعبرك يا أستاذ حسين، نحن نأمل ونتمنى ومثل ما وعدنا أهالي حمص بأن أحد لن يقوم باستهداف أي مواطن من داخل مدينة حمص. لذلك يعني أي مواطن من الطائفة العلوية ليكون دقيقين، وهذا ما الوعود التي أطلقتها الهيئة. أقول طيب لك الآن هذا بيان لهم انتهت. طيب هناك بيان لإدارة العمليات العسكرية توجه به إلى الطائفة العلوية الكريمة، يعني كيف يفسر ذلك؟ وفيما إذا كان هناك رصد لأي شيء الناس تريد أن تعرف. أستاذ رامي يعني أنت قلت ووعدت بأن أي انتهاك ستتحدث عنه. قولا واحدا، أي انتهاك يجري بحق أي مواطن سوري سوف نتحدث عنه، ولا نتحدث عنه فقط، سنقول للمجتمع الدولي أن هناك انتهاكات ضد الطوائف والأعراق والأديان، لأن سوريا التي نريدها الآن هي سوريا لكل أبناء الشعب السوري، تحفظ حقوق كافة أبناء الشعب السوري دون التمييز بين طائفة وعرق ودين. هذه سوريا التي نريدها، هذه سوريا التي نعمل من أجلها. أين حزب الله الآن في حمص؟ هل يوجد حزب الله في حمص؟ لا يوجد حزب الله، لا دخل لا 3000 ولا 10000. لذلك الآن مطلوب حزب الله مثل ما دخل في العام 2013 أو 12 إلى سوريا وساهم بقتل أبناء الشعب السوري. إذا لديه مقاتلين في القصير فليخرجهم من داخل الأراضي السورية، لأن سوريا لا تقبل حزب الله ولا غير حزب الله، ولا تقبل تركيا ولا غير تركيا. يجب أن تكون لأبناء الشعب السوري، تعود إلى الحضن العربي سوريا وإلى عربتها وإلى الدول العربية. اليوم نقول للشعب السوري غدا يوم آخر بدون دماء، نأمل أن لا نأمل من هم في دمشق الآن وفي الغوطة وغيرها، حتى الشهداء الغوطة ارتفع على شهيدين الآن، نأمل في دوما، نأمل من القناصة على أسطح المباني في دمشق أن لا يطلقوا رصاصة واحدة على أي مواطن سوري، ونطمئن أبناء الشعب السوري في الساحل السوري. من الطائفة العلوية لا تستمعوا لأحاديث الشبيحة، لا أحد يريد أن ينفذ مجازر بحقكم، لا أحد يريد أن يقتل العلويين. من أين معلوماتك؟ من أين معلوماتك؟ باستثناء بيان الإدارة. دقيقة. لا 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 أنا ما علاقة، لا علاقة لي ببيان. لا لا الإدارة. فقط أريد أن أستوضح أستاذ رابي. هناك بيان لإدارة العمليات العسكرية نحن نشرناه وهو واقع على الأرض بالفعل، توجهوا ببيان مسموع ومتلفز، ولكن أنت كذلك فيما إذا كان لديك أي معلومات أو تطمينات تفضل. اتصال على اتصال بقيادي سياسي وليس عسكري بالصف الأول بالهيئة، وهو من الساحل السوري، قال بالحرف الواحد
لا نريد أن نستهدف أي مواطن من الطائفة العلوية، على الرغم من أنه عندما كان في الساحل نكل فيه الشبيحة وقال نحن لا نريد أن نستهدف أي مواطن من الطائفة العلوية، وقال لي بالحرف الواحد إذا استطعت فليعد أهالك فريا والفوعة الذين هجروا وفق اتفاقيات تركية إيرانية في العام 2016. معقول؟ إلى مناطقهم. معقول هذا الكلام أستاذ رامي؟ لا، قولا واحدا وعلى مسؤوليتي أنا، وليعد أهالي نبل والزهراء إلى نبل والزهراء، ولا أحد يستهدفهم، وراقب كما تراقب، لا أحد يستطيع استهداف أي مواطن موجود في هذه المنطقة، ليس ترويجا للهيئة ولا غير الهيئة. نحن طيب. كمرصد نريد أن نحافظ على دماء أبناء الشعب السوري. طيب، فقط أريد أن أسألك أستاذ رامي، وهو يعني في صلب الموضوع، يعني أنت منذ نحو شهرين تماما تحدثت على شاشة الحدث بأن شيئا ما يحضر من قبل هيئة تحرير الشام، هو تنبؤ، هي معلومات، كانت هي تحركات، الناس كذلك تريد أن تعرف، يعني باعتبار أن ما يجري الآن في سوريا بالفعل هو شيء ومتغير كبير. لا، لدينا معلومات كاملة ومفصلة ودقيقة بأن العملية كانت ستبدأ بنهاية شهر سبتمبر أيلول الفائت، أجلت بناء على طلب تركيا، بعد ذلك حاولوا بدأها أيضا تركيا رفضت، إلى أن كان الأمر ما كان عليه وباتت الظروف مواتية إلى أن ينتهي كل شيء في سوريا. طيب. لذلك المعلومات كانت لدينا والتفاصيل لدينا، ولدينا كان كثير من الأمور التي نعلمها عن العملية. أنا ضحكت عندما قال بعض يعني الذين خرجوا من دمشق أنها عملية مفاجأة، إذا كان المرصد يعلم بتفاصيلها ونشرها. طيب. أي عملية مفاجأة كانت؟ طيب، ماذا عن العفو الذي أصدر من قائد قوات قسد مظلوم عبدي؟ يعني يبقى السوريون ملاحقون؟ يعني هذا مطلوب لهذه الجهة وهذا مطلوب لأخرى، وماذا يعني ما معنى هذا العفو الآن؟ نريد أن نفهم. يعني العفو الآن، ما نريده الآن لا عفو لا من قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ولا عفو من أبو محمد جولاني، ولا عفو من الذين كانوا في دمشق. نريد الآن أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تكفل حقوق كافة مكونات الشعب السوري، سوريا دولة كاملة موحدة لأبناء الشعب السوري. طيب. لا نريد حكومة هنا ولا حكومة هناك. يا أستاذ حسين، أنا 26 سنة لم أزر سوريا، حرمت من حرمت من والدتي، أأمل الآن أن أزور قبر والدتي في بانياس. طيب، كثيرون هم الذين لم يزوروا لا قبور والديهم ولا حتى سوريا، ولكن أستاذ رامي أريد أن أفهم منك كذلك، تأتيك اتصالات سواء من الساحل أو غير ذلك، هناك شعور بالأمان؟ يعني الناس يعني لا. هناك لا قولا واحدا تأتيني اتصالات كثيرة ورسائل كثيرة. طيب. هناك مخاوف حقيقية ليس من الساحل، يا سيدي الكريم، من سهل الغاب، هناك من أبناء الطائفة العلوية قال يا أخي اتصلوا برامي عبد الرحمن خبروه نحن ما لنا علاقة، نحن ما لنا مع بشار الأسد. لذلك أقول الناس تلجأ إليك، فيجب عليك أن تقف مع الناس ولا تنظر إلى طوائف الناس ولا أعراقهم، يجب عليك أن تقف مع كامل أبناء الشعب السوري وتطمئن أبناء الشعب السوري بأن أحد لن يمسهم. طيب، مصدر لبناني أستاذ رامي الآن للحدث، تعزيزات للجيش إلى الحدود بعد أن باع عن إخلاء أجهزة الأمن والجمارك السورية لنقاطهم. نعم، بشكل قطعي. سيخرج علينا بيان من دمشق ويقول الدنيا مختلفة. يا سيدي، لدينا كثير من المعلومات، لكن أعتقد الساعات القادمة هي التي ستفضحها وستتحدث عنها. أعتقد بأن سيخرج علينا شيء من دمشق ويقول لنا أن الأمور انتهت والشعب السوري سوف يكون في مرحلة جديدة خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القليلة القادمة. ما هي معلوماتك ومعلومات المرصد؟ أن طائرة كانت في المطار، من المفترض أن يستقل هذه الطائرة بشار الأسد، وكان ماهر الأسد هو الذي يتعنت. طيب. ولا يريد أن يغادر دمشق طورا يعني واحدا، ومن ضباط في المطار. يعني أنت قرأت سؤالي قبل أن أكمل؟ أنا كنت أريد أن نعم، أنا كنت أريد أن أسألك عن مصير الرئيس السوري. يعني الناس، يعني هناك تضارب في الأنباء، مواقع تقول بأنه في دمشق والرئاسة تقول بأنه في دمشق غادر، الرئاسة تقول تثبت بأنه في دمشق ومصادر تتحدث بأنه خارج دمشق. وأنا أقول له إذا كان بدمشق فليخرج علينا من ساحة الأمويين ويقول أنا أقود سوريا وأنا موجود في دمشق ولن أغادر في الطائرة التي كانت في مطار دمشق،
ويخرج علينا ماهر قائد الفرقة الرابعة التي يعني تحدثنا عنها كأنها قوة خارقة، ولا نعلم أين هو الآن ماهر الأسد ولماذا ينشر القناصة على أسطح دمشق العاصمة. قطاعات الجيش السوري تلقت أوامر بالانسحاب من حمص السادرامي، نحن معك ونحدث الأخبار الآن أولا بأول بشكل قطعي، وقلتها أن اليوم حمص الأمور انتهت بعد ما الذي حصل في دمشق، أن الأمور بحمص انتهت. قطاعات الجيش، المخابرات، هي في الأساس الجيش لا يوجد داخل حمص، ولكن في محيط حمص كل القواعد. يا سيدي ضابط تحدث معي أنا بشكل شخصي، قائد كتيبة، قال يا أخي أنا لا أريد أن أقاتل ولا شيء، سأنسحب أنا وعناصري، وبالفعل انسحب من جبهة دير بعلي بشمال شرق مدينة حمص، دير بعلبي عفوا. لذلك أقول بأن هناك كثير من الضباط، ضابط انسحب من منطقة القنيطرة. طيب. قال يا أخي إذا نحن لم نقاتل إسرائيل كيف سنقاتل أبناء الشعب السوري؟ طيب أستاذ رامي، هناك أخبار طيب هناك أخبار كذلك في داخل دمشق عن البنك المركزي وبعض المعلومات وسيارات تقترب منه وتحمل بعض الأشياء، يعني الآن نحن في ضبابية من كثرة الأخبار. ما الذي يجري؟ هل ثمت أخبار حول ما يتم الآن إطلاقه وتتحدث به بعض الأطراف؟ لا، هو يعني أنا يعني هناك أخبار ستسمعها كثيرا، ولكن نحن يجب أن يخرج أحد من دمشق، يطمئن أقله الشعب السوري في مناطق سيطرة النظام، أقله يجب أن يطمئن الشعب السوري في مناطق سيطرة النظام بأن الأمور يعني لن تصير إلى انفلات. بصراحة يعني الأوضاع مخيفة. طيب. الأوضاع مخيفة ومخيفة جدا. لذلك طيب. أقول أن اليوم نحن نحتاج إلى أحد، سواء رئيس الأركان سواء رئيس إدارة المخابرات العامة، يخرج أحد من دمشق ويطمئن أبناء الشعب السوري، ولا يخرج علينا أحد في بيان كنمير مخلوف في حمص ويقول الأمور في حمص تسير من أجمل ما يكون. حمص نمير مخلوف كان سبب بما جرى في حمص وتأخير قضية الحل في حمص. طيب الأخبار التي تصلكم فيما يخص الشخصيات التي يتم الحديث عنها، كذلك نريد أن نعرف هذا الاجتماع الذي ينعقد الآن في الدوحة واجتماع قبله بين منصة أستانا. يعني الاتفاق على أساس أن هناك في هيئة قيادية ستكون هي هيئة حكم انتقالية تعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية رئاسية وبرلمانية ورئاسية خلال الفترة القادمة. وكان هناك البعض يريد أن يبقي بشار الأسد الفترة القادمة، ولكن هناك رفض من البعض. لذلك أقول يجب أن يعود القرار السوري للشعب السوري، لا أن يبقى إيرانيا تركيا روسيا أمريكيا إسرائيليا، أن يعود القرار لأبناء الشعب السوري وتعود سوريا إلى حضنها العربي الدافئ الذي كان معها سابقا وسيكون معها الآن وسيكون معها مستقبلا. هناك دول عربية تسعى وتعشق سوريا، وكثير من الدول العربية وغالبيتها يحب سوريا والشعب السوري. طيب ستبقى معنا أستاذ رامي، ستبقى معنا، أتركك لمدة 60 ثانية تتواصل مع مراسليك وتحدث لنا الأخبار أولا بأول، ونحن نتابع الآن مشاهدينا ما يجري الآن في الساحة السورية. مشاهدينا الأحداث متسارعة ومتسارعة جدا، هناك أوامر للقطاعات العسكرية الموجودة في حمص بالانسحاب، وهناك بيان من إدارة العمليات العسكرية للفصائل المسلحة توجهت به إلى الطائفة العلوية. مشاهدينا، قالت نحن لا شأن لنا بكم، نحن لا شأن لنا بكم، هدفنا دمشق. إذن هذا بيان هام مشاهدينا، بيان متلفز، وهي للناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، قال وتوجه إلى الطائفة العلوية الكريمة وقال بأن هذه العمليات لا تستهدف الطائفة، وهي لا شأن لهم بهذه الطائفة، هم يبحثون
عن شيء آخر، قال بأن هدفهم هو إسقاط الحكومة وإسقاط النظام بحسب البيان. هذا ننقله بشكل دقيق. إذن مشاهدينا، هناك أخبار كذلك تنتشر الآن، نحن نتابعها. كذلك عرضنا صور قبل قليل لسجن حمص، وهذه الصور خرج سجناء من هذا السجن، كنا معها أولا بأول كلما وردنا أي جديد. إذن مشاهدينا، هجوم الفصائل السورية المسلحة يهدد بإزاحة روسيا من أهم مواقعها على المياه الدافئة. وفقا لول ستريت جورنال، الصحيفة الأمريكية، ترى أن فشل بوتين في الدفاع عن الأسد يعد دليلا واضحا على التراجع الروسي أمام الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وتلك انتكاسة كبيرة لموسكو وطموح بوتين الذي يعتمد على سوريا لتوسيع رؤيته لعالم متعدد الأقطاب يعارض النظام الغربي الليبرالي. وفقا للصحيفة، باحثون وصفوا اللحظة الحالية في سوريا بالنسبة لموسكو بأنها تشبه إلى حد كبير مشهد خروج أمريكا من سايغون الفيتنامية. التحليل نقل عن الباحثين أن رؤية الطائرات الروسية تغادر سوريا مع تقدم القوات المعارضة نحو قواعدها الجوية هو أمر مدمر لصورة روسيا. ويشير التحليل إلى أن سوريا تحمل قيمة استراتيجية لروسيا، إذ تعد قاعدة حميميم الجوية بمثابة مركز لوجستي للرحلات الجوية إلى ليبيا وأفريقيا الوسطى وكذلك إلى السودان. كما تعد القاعدة البحرية في مدينة طرطوس الساحلية بمثابة نقطة التجديد والإصلاح الوحيدة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. ومنحت طرطوس لبوتين إمكانية الوصول إلى ميناء بالمياه الدافئة، وهو الأمر الذي سعى إليه الحكام الروس قبل قرون من بوتين في الشرق الأوسط. ويستبعد التحليل أن تقدم روسيا وتقدم لدمشق أكثر من مجرد عرض رمزي للدعم بعد فشل بوتين في إقناع الأسد بالتوصل إلى تسوية سياسية. من بيروت معنا الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية محمد سيف الدين. مرحبا بك أستاذ محمد سيف الدين إلى هذه التغطية لنناقش الملف السوري والنفوذ الروسي فيه. ولكن قبل ذلك لابد أن أذهب إلى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي، مرحبا بك مرة أخرى، هل من جديد؟ نعم، يعني سجناء حمص تعلم بالأطلق سراحهم، الشرطة قال نحن سنطلق سراحكم، أطلقوا سراحهم أمس واليوم من سجن حمص. يعني هناك عشرات آلاف السجناء لا يزال مصيرهم مجهول. طيب بالنسبة للأخبار الواردة الآن، الأخبار الواردة تفضل، نعمل أن نرى سجن سيدنايا قريبا يفرج عن عشرات الآلاف من سيدنايا وغيرها. انتظر السوري كثير هذا اليوم. طيب يعني نتفهم ما يجري الآن يا أستاذ رامي حقيقة على الأرض والجغرافيا السورية. الظرف استثنائي، يعني الصور التي نريدها من هذه السجون، كذلك فيما إذا كانت لديكم اتصالات من بعض السجناء أستاذ رامي خلال الفترة السابقة، خلال الساعات الماضية. الساعات ما هناك عم تحدث مع الذين خرجوا من سجن حمص، قال الشرطة فجأة فتحوا لنا باب السجن وقال اخرجوا. بعضهم سجين من 9 سنوات فقط لأنه لا علاقة له بالمظاهرات، فقط بسبب تقرير أمني.
هناك الكثير من أصدقائنا في السجون، لا نعلم إذا ما كانوا أحياء أو ماتوا في السجون. لذلك أقول بأن الآن يعني أنت عندما قلنا سابقا يا بشار الأسد، العقوبات الأمريكية تقول بأن الإفراج عن السجناء حل سياسي، يعني هؤلاء السجناء لماذا بقوا كل هذه السنين بالسجن، والذين قتلوا في السجن، سجن دير الثور يا أستاذ حسين، سجن دير الثور أمس، هل تعلم أنهم قتلوا 18 سجينا قبل أن يخرجوا من دير الثور؟ طيب. هل هؤلاء حيوانات داخل السجون؟ طيب، شكرا جزيلا لك من بيروت، أو من أين أنت الآن أستاذ رامي؟ أنا في كوفنتلي، أنا في بريطانيا. طيب، ستكون هناك، ستكون في دمشق أو في الساحل في الأيام القليلة المقبلة؟ عندما تستقر سوريا. طيب. عندما تستقر سوريا سأقوم بسوريا. طيب، شكرا جزيلا لك من كونفاتري، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. إذن مشاهدينا نحن نتابع مرة أخرى، أعود إلى ضيفي الذي رحبنا به والأحداث تفرض ذاتها علينا، أستاذ محمد، إلى أي حد يعني الملف السوري خارج سيطرة روسيا بشكل كامل، بمعنى أن قاعدة بحرية لروسيا في المتوسط كجغرافيا سوريا ليس من السهل التخلي عليها، أليس كذلك؟ أو ثمة خطة يمكن الاتفاق عليها مع وضع سوري جديد؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أعتقد أنه وفق يعني ما وصلت إليه الأمور حاليا، لم تخرج روسيا بعد من هذه المنطقة، ولا تزال لديها مصالح في هذه المنطقة، ولم تخرج الأمور عن سيطرتها بعد حتى هذه اللحظة. لدى روسيا مصالح مع كل اللاعبين الذين يعني لديهم خيوط في الداخل الروسي والمؤثرين في هذه الحركة الجديدة في الداخل الروسي، لا سيما مع تركيا. هناك مروحة من المصالح المشتركة مع تركيا ومع اللاعبين الآخرين تمكن روسيا على الأقل من البحث في هذه المرحلة عن نوع من الحل السياسي الذي يمكن أن يديم مصالح روسيا في هذه الدولة. وهناك أيضا في الوقت نفسه سباق بين الميدان وبين المباحثات السياسية ومحاولة الوصول إلى نقطة توازن بين مصالح هذه الدول، وهو ما جرى اليوم في الدوحة من خلال المسارعة إلى بحث هذه التطورات المتسارعة والدراماتيكية في الأرض في سوريا. الملفت أيضا في أو اللافت في هذا السياق أيضا مسارعة دول جوار سوريا جميعها تقريبا إلى حشد قواتها على الحدود لمنع وصول نوع من الفوضى يمكن أن تنعكس في الأمن الداخلي في هذه الدول، حتى في إسرائيل الذين يعني كما عبرت وسائل إعلامهم وكما عبر الموقف الرسمي لديهم بأنهم يعني يعتبرون أن ما يجري في سوريا هو أضعاف لأعدائهم، هم أيضا سارعوا إلى الحشد على الحدود. وبالتالي إذا عدنا إلى نقطة روسيا، هي لا تزال حتى اللحظة لديها كل وسائل السياسة للدفاع عن مصالحها هناك، وإن كانت هذه التطورات تعاكس مصالحها الاستراتيجية فيما لو ذهبت بعيدا إلى حد يعني تسلم السلطة، وفيما بعد مراجعة العلاقات السياسية والعسكرية مع روسيا. طيب، إذن نحن نتابع مشاهدينا بيان مشترك بين وزراء خارجية الدول العربية ومسار أستانا بشأن الأوضاع في سوريا. ينص هذا البيان بعد الاجتماع على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين هذه الدول من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي نهاية الاجتماع استمع المجتمعون لإيجاز من مبعوث الأمين العام إلى سوريا كير بيدرسون عما يجري، وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254. إذن أكد المجتمعون على ما يلي: نظرا لتطور الأحداث ومناقشة ما يجري في سوريا، هذا الاجتماع جاء
يستوجب سعي كل الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة، كما توافقوا على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وضمان وصولها بشكل مستدام ومن دون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة. أعود إليك أستاذ محمد، الجانب الروسي خلال هذه الاجتماعات من الممكن أن يعطى شيئا ما في مستقبل سوريا بحيث يبقي لنفسه موطئ قدم في منطقة عمل عليها سنوات طوال، هو مختلف عن النفوذ الإيراني، أليس كذلك؟ نعم، الوجود الروسي في سوريا والعلاقة السياسية بين روسيا وسوريا قديمة جدا، وهي منذ أيام الاتحاد السوفيتي. أيضا الاهتمام الروسي في المنطقة وتحديدا في يعني إيجاد موطئ قدم على المياه الدافئة قديم جدا من أيام يعني كاترينا الثانية، وبالتالي روسيا دائما بحاجة إلى هذه الموانئ الدافئة لتكون منطلقا إلى نفوذ أكبر من النفوذ الإقليمي، وهي كانت دائما تسعى إلى أن تلعب دور القوة العالمية. روسيا من دون وجود في محيط البحر المتوسط هي يعني قوة إقليمية من ناحية الجنوب، لكن أيضا روسيا الآن تواجه مجموعة من المشكلات التي تهدد أمنها في الداخل. يعني الحرب في أوكرانيا اقتربت من السنوات الثلاث، هناك احتمالات كارثية لمستقبل هذه المواجهة فيما لو يعني استمرت على الاتجاه الحالي مع توفير قدرات لأوكرانيا لضرب العمق الروسي، ومع تحفز يعني مراكز حكم في الغرب لاستمرار هذه المواجهة. إذن أوكرانيا تضغط كثيرا على الداخل الروسي وعلى موارد روسيا وعلى قدرات روسيا بالتدخل. أيضا انفجرت أزمة أخرى في جورجيا الآن، وهي تحضر منذ أشهر يعني ونتابع الأحداث، الآن وصلت إلى ذروة اشتعالها. هذه تضغط أيضا على الفضاء الجيوسياسي لروسيا في الجنوب. الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط في العام الأخير في فلسطين وفي لبنان، وأيضا تراجع للنفوذ الإقليمي وتغير هذه الخارطة الإقليمية لحلفاء لروسيا أو لشركاء أساسيين لروسيا، أيضا تضغط على مصالح روسيا في هذا الاتجاه. والآن تأتي هذه الحركة من قبل هذه المجموعات، والتي تحدث عنها لافروف ويصفها بالجماعات الإرهابية كما يقول، وأيضا هذه تعتبر إضرارا لمصالح موسكو. موسكو الآن تتطلع إلى المستقبل. نعم تطلع إلى المستقبل. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات من بيروت، الباحث في العلاقات الروسية الأطلسية محمد سيف الدين. إذن بعيد تحميل الولايات المتحدة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية ما يجري في سوريا لتحالفه مع إيران وروسيا ورفضه الحل السياسي، اعتبر المبعوث الأمريكي أمس هاكشتاين أن التطورات السورية تشكل نقطة ضعف جديدة لحزب الله في لبنان، لأنه يصعب على إيران التي يبدو أنها بدأت بالانسحاب إدخال الأسلحة وتهريبها إليه. إلا أنه أكد أن الحزب الذي مني بخسائر فادحة خلال الأشهر الأخيرة لم يعد قويا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد وفق تعبيره. إلى ذلك رأى أن انهيار الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة لم يكن مفاجأة كبيرة، لكن في المرة السابقة هبت قوتان عظيمتان لمساعدته، وفق قوله في إشارة إلى إيران وروسيا الداعمتين لدمشق منذ تفجر الحرب. أفادت مصادر أمنية للحدث بمصادرة الجيش اللبناني مستودع أسلحة وصواريخ في محلة السانتريز التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية. وكشفت المصادر الأمنية للحدث أن الجيش تمكن من مصادرة المضبوطات من دون أي مواجهات مع حزب الله. من بيروت ينضم إلينا لؤي غندور المحامي والناشط السياسي. أستاذ لؤي مرحبا بك.
كيف يقيم وضع حزب الله مع هذه الأحداث الجارية في سوريا؟ يعني محاولة حزب الله اليوم التي رأيناها يعني بالأمس تصريح الأمين العام الشيخ نعيم قاسم بأنه سيذهب إلى سوريا وسيرسل قوات إلى حمص، والأمس أيضا مساء صرح الحزب بأنه أرسل 2000 مقاتل إلى منطقة القصير. ربما هناك بعض منهم كانوا متواجدين هناك ولم يرسلوا من جديد. هذا الشيء يعني يدل بداية على أن حزب الله لم يكن لديه نوايا صادقة في الاتفاق الذي تم توقيعه، اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص أيضا على وقف عمليات التسليح. يعني استماتته في الدفاع أو مساندة الرئيس السوري، أعتقد أنه يريد حفظ خط إمداد السلاح الآتي من عبر إيران، من إيران عبر سوريا، وبالتالي هو لا يزال يصر على ما جرى بالأمس. وما يقوم به الحزب لناحية جمهوره، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. نعم، وما يقوم به الحزب تجاه جمهوره من ناحية ترويج الإشاعات التي سبقت دخوله السابق إلى سوريا بأن داعش سوف تأتي وتذبح أطفالنا وتغتصب وتفعل، وعليه أن يذهب إلى هناك كي يمنعها من ذلك، هي أيضا يعني بهدف تبرير إرسال شباب لبنان إلى هناك. وهذه أيضا يعني صعبت، يعني من الصعب إقناعنا بها، لأنه تبين أن مسألة داعش والنصرة تبين أنه هو من أمن لهم الباصات المكيفة في لبنان عندما كانوا هنا في عرسال. ولذلك من الناحية أيضا، من ناحية التجيش ومن ناحية الدعايات والترويج، هو مخطئ وفاشل من هذه الناحية. طيب. الناحية العسكرية، نعم. أعتقد أن الأعداد التي رأيناها بالفصائل المعارضة، أعتقد أن الأعداد من الاستحالة أن يكفي 2000 عنصر من حزب الله لكي يساند الرئيس. شكرا جزيلا لك من بيروت الأستاذ لؤي غندور، المحامي والناشط السياسي. أستاذ لؤي، نحن نتابع الأخبار العاجلة والتي تظهر على شاشة الحدث. نذكر مشاهدينا، رويترز، قادة الجيش السوري يغادرون مطار أشعيرات بحمص على متن هليكوبتر باتجاه السحل. هذه الأخبار تريدنا عبر وكالة رويترز. مدينة القصير بريف حمص خالية من القوات السورية كذلك، هذه مصادر الحدث. إذن نحن نتابع مشاهدينا، الأخبار تتسارع في الداخل السوري، نحن نرصدها أولا بأول على شاشة الحدث. رويترز عن مصادرها، قادة الجيش السوري يغادرون مطار الشعيرات بحمص على متن هليكوبتر باتجاه السحل. كذلك مدينة القصير بريف حمص خالية من القوات السورية. انسحاب انسحاب يا حجي، بالجملة انسحاب من شنشار وما حولها. الله محيي الجيش. رياض جعل ورشبه. انسحاب يا حجي، بالجملة انسحاب من شنشار وما حولها. الله محيي الجيش. سحاب الجيش كامل مش انشار.
إذن مشاهدينا هذه هي صور انسحاب كامل للجيش السوري باتجاه دمشق. هذه الصور ترد على شاشة الحدث. إذن مشاهدينا هذه الصور تردنا لانسحاب الجيش السوري باتجاه العاصمة دمشق. نحن نواصل الأخبار أولا بأول، كل جديد معكم زميلتي سارة بن عيشوبة، تلتقيكم بعد قليل. الحدث السوري مستمر. إذن مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، الحدث ترصد لكم كل جديد فيما يخص الشارع السوري وما يجري فيه صوتا وصورة وتحليلا ومعلومات أولا بأول. بعد قليل كما قلت لكم قبل قليل زميلتي سارة بن عيشوبة تلتقيكم. دمتم بخير.